حديقة اليسوعية التي تعرضت سابقا لخطر تحويلها إلى موقف للسيارات تدخل مرحلة التأهيل رسميا. البقعة الخضراء محفوظة ومفاهيم العيش الاجتماعي مرسخة. مشروع كله بركة، تقرير ماريان زوين. هون في ذكريات لكتار، الحب الأول، الخناقة الأولى، الالتجاء لله عند كل صعوبة، هون الرياضة الصباحية، القراءات العلمية، وهون طعمة الكعك السخنة على العصرونية. بهيدي الحديقة العامة اللي تعرف بجنينة اليسوعية أو الجيزويت بحي الأشرفية في كلها ذكريات وأكتر، ذكريات كانت عم بتوجع أصحابها بظل كل الإهمال اللي تعرضت له واللي زاد بعد دمار الحي المحيط فيها عقب انفجار مرفق بيروت. من هون كانت أحد مبادرات بيت البركة بالإضافة لترميم حي كامل وتجديد التصاميم فيه. ثاقبة بنص الحي اللي نحن صلحناه، هيك بلشت الفكرة إنه ليه ما بنرجع بنفتح الحديقة اللي عاشوه بهالمناطق، منه شيء طبيعي. والمحلات الوحيدة اللي بيقدروا يرتاحوا فيها ويرجعوا يلاقوا بعضهم هي البابليك سبيسز. اليوم مثلا المسن ما عنده منفذ بقى بالمنطقة إلا يجي على الحديقة يقعد، إجوا بمحل اللي هي المنطقة بحاجة لإله، إجوا عم بيعطونا إياها. وهب الأباء اليسوعيين الحديقة اللي كانوا يملكوها لبلدية بيروت قبل مغادرتهم عام 1967. أهم فيها كنيسة بعود عمرها لعام 400 بعد الميلاد، تحدي بإعادة أحياء هالحديقة مع المحافظة على تراثها ووضعها على خارطة الهندسات المستدامة. المي نأثر لحتى استخدام المي يصير بشكل عقلاني أكثر. كمان عم نجرب نجعل الجنينة بقدر المستطاع أوتونوم من ناحية الإنرجي، يعني إنارة وغيره واستهلاك كهرباء. خرائط المشروع تظهر ساحات بتخول الحديقة استقبال عروضات موسيقية أو معارض فنية من أي نوع، كما بتتبين إمكانية تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة بسهولة. مشروع بيرحبوا فيه أهل الحي كما السلطة المحلية. إن شاء الله يصير فيها حركة، عاملين أولاد أختي أولاد الجيران بصير تيجي تطلع بيهم هون، لأنه في أحلى منه نحن ربينا فيها. بلدية بيروت مانا فقيرة، عندها أملاك عامة كتير، عندها حدائق، عندها فضلات عقارات، كلها تساوى هيدي لازم نرممها ونحطها بخدمة الناس. يعني منقدر ناخد منكم تعهد أنه هيدا النموذج اللي قامت فيه بيت البركة رح يتعمم؟ أنا أكيد كل حدا بيقصدني وبيطلب مني أني أتعاون بهذا الموضوع من الجمعيات أو من الناس ويعمل شراكة مع البلدية بإدارة المرافق العامة، أنا حده وبلاقيني السند لإله. حجر الأساس كان مع جلسة الاستماع لطرح المشروع من القيمين عليه، وعلى عكس مجرة العادة تم الأخذ بعين الاعتبار برأي وأفكار سكان الحي، وبعد دراسة طروحاتهم التنفيذ رح يسلك طريقه، وأهالي بيروت على الموعد مع افتتاح المشروع بعد حوالي عام، على أمل أنه ما تعترض طريقه أي إشكالات وبالفعل يتم تعميم هالنموذج.